عسلمة مسيو. مرحبا بك، أهلا وسهلا. بسم الله، تفضل تسأل وش تحب. مرحبا بك، قدم لي روحك. أنا محمد العماري من بسكرة من الجزائر، قادمين إلى تونس بصفة سياحية. مرحبا بك وتحية الأشقاء الجزائريين الكل. مرحبا مدام. مرحبا أختي، إيش راكي لاباس؟ يا أنت زوجة المسيو؟ نعم، سودة سهام من ولاية عنابة. هي جينا هنا لتونس نحوسوا وخلاص. أول مرة تجيو؟ عدة مرات نجيو، عدة مرات، أي نعم. أنتم في ولايات مختلفة، وإحنا حابين نحكيو في موضوع الاختلاف في العادات والتقاليد متاع الزواج بين الولايات في الجزائر. فما اختلاف ولا ما فماش؟ قليل جدا، هو ثم اختلاف لكن مش ياسر. كاين اختلاف ولكن مش ياسر. لا، في بسكرة كاين عادات يديروا العرس ومع العرس يهزوا الزوجة، أما في عنابة لا، يديروا العرس ويخلوا هزان الزوجة من بعد خلاص. وهذا اختلاف. إيه. اختلفتوا في الزواج ولا؟ لا توافقنا تقريبا، كلش متوافقين، ما كانش مشكل يعني. هي عملت أيامات العروسة على حسب عاداتها وتقاليدها، وأنت عملت حسب عاداتك وتقاليدك. إيه. كلش سهل يعني، الواحد كي يحب يسهلها كلش سهل. ما تعبهاش ما تصعبش، خاصة في الزواج حاجة طيبة ياسر. قديش عندكم متزوجين؟ رانا في واحد 10 سنين هكا. إن شاء الله. وعندنا ثلاثة أولاد، زوجة أولاد وبنوتة. يفضلهم لك ملك الحمد. أي. في العامين الاولانيين نتاع الزواج فما معناها تختلف العلاقه بعد 10 سنين كما توا ولا تقعد كيف ما هي الحقيقه؟ هو كسائر الازواج يعني في السنوات الاولى لازم يصبروا شويه على بعضهم باش يتاقلموا، لان كاين عادات وكاين تقاليد، وهي كانت في دار وجات لدار، وكانت في اهل وجات الاهل، ولذلك لازم يصبر الواحد حتى يتاقلموا ويوالفوا وتمشي الامور. في ساعة أقلمتوا ولا لا؟ في ساعة يعني في ساعة أقلمنا، ماشي مشكل يعني، الواحد شوية يصبر هو شوية وهي تصبر شوية يتلاقاو. اللي ما يصبرش ما ينام. زوجتك صبورة ولا لا؟ شوية 50%. هو مدام صبور زوجك؟ والله. تحكيوا لي كيفاش تعرفتوا على بعضكم أول مرة؟ والله كان تسمحوا بالتبيع. أنا لا هي كانت كانت علاقة نسب من عند واحد صديقك. قلت لك كانت علاقة نسب بين واحد صديق، وهو وصلنا، قال كاينة أخت تحبها تتزوج وأنا كنت حاب نتزوج، ووصلنا لبعضنا وتوافقنا ولا بأس. الزواج كان تقليدي؟ تقليدي 100%، خاصة في الجزائر أغلبية الزواج تقليدي. أغلبية. ضد أنكم تعيشوا قصة حب قبل الزواج؟ هذه لا. هذه تقريبا مفتوح في الجزائر، ما كانش تقريبا. تقدري تقولي شاذة وشاذ لا يقاس عليه. نعم. هو لا شك في انه زواج تقليدي ناجح بالطبيعه. اما توا ولاو يفضلوا كل هكا علاقه حب قبل الزواج، يتعرفوا على بعضهم. والله نقول لك يعني هي من ناحيه العادات، من ناحيه عاداتنا القديمه ما كانش. من ناحيه الشرع ما تصلحش. صحيح كلامك صحيح. لذلك اغلبيه الزواج هذا تاع الحب كما يقولون ماهوش ناجح. على واش مش ناجح؟ لانه الزوج يظهر اشياء ما فيهش، انا كذا انا كذا وهي كذا، لكن نهار يتلاقاو يتصادموا باللي هذا كان ما كانش والاخرى كانت تقول في شيء ما كانش، ولذلك اغلبيه الزيجات تاع الحب غير صالح. بالحق يعني ما تامنش بالحب؟ ما نامنش بيه. ما نامنش بيه لانه مش صالح. ما نامنش بيه لانه مش مبني على قاعده صحيحه. وانت مدام انت صورك تامن بالحب؟ نامن بيه. احنا ديما نساء هكا نامنوا اكثر. لا نساء دوكا انت تسالي بين تونس والجزائر مش كيف كيف عاداتنا وعادات من الجزائر وبقيه الدول يظهر لي مش كيف كيف. كيف هي احنا في الجزائر الحب مقدس، بصح باش يخرج طفل مع طفله قبل الزواج راهي من المحرمات، من الممنوعات عرفيا، خلينا من دينيا ولا عرفيا، من الممنوعات. راهو ينجموا يحبوا بعضهم من غير ما يخرجوا مع بعضهم. ممكن يشوف طفله يحبها، بنت عمه، بنت خاله، بنت جيرانه يحبها، ايش يحبها من اخلاقها، يحبها من ياسر حوايج. من نظرة معناها. ايه من نظرة ممكن. اما يعني العلاقات قبل الزواج هذه ما كانش يعني غير صالحة لا في تونس ولا في الجزائر، حتى في تونس ماهيش صالحة.
بصراحة. أما تؤمن بالحب بعد الزواج؟ الحب بعد الزواج ضروري، هذا ضروري، لأن زواج بلا حب مش زواج. ولذلك تكون فيها أولاد وتكون فيها صداقة وتكون فيها علاقات وود وإلى غير ذلك، وهكذا تستمر الحياة. أول مرة شفت فيها زوجتك وقتاش؟ أول مرة النهار اللي جيت نخطبها فقط. حق؟ إيش خلاص؟ إيه. زواج تقليدي كما قلت لي أنت 100%. أول نهار شفتها النهار اللي خطبتها فيه. شفتها وشافتني عجبتها، عجبتني. دينا في الـ في الـ في الأمور تاع الزواج. درنا رمز. شنو أكثر حاجة عجبتك في زوجتك؟ أول نهار في الخطبة؟ مازلنا ما حكيناش، أنا عجبتني جميلة. هذه أول حاجة، قاعدة صحيحة، الجمال. أهلها ثاني ناس طيبين ما شاء الله، أهلها طيبين ما شاء الله، وهكذا. ومن بعد تواصلنا، عرفنا بعضنا، عرفنا سيرة بعضنا. سيرة كي تكون سيرة طيبة، أخلاق طيبة وسيرة طيبة. أي. بعد الخطبة تقابلتوا ولا؟ تقابلوا في دارهم. يعني تجيها لدارهم ومع عائلتها وكل شيء. أيه برك، هذا هو، جيتها لدارهم وجاتني للدار هي وأهلها قبل الزواج، ومن بعد كملنا الزواج. أما تحكيوا بالتليفون ولا؟ تحكيوا بالتليفون، إيه صحيح، صحيح. إيه بالتليفون. هوني تسمى فما حب. إيه لابد، إيه مادام نوينا، مادام نوينا في الصحيح نحكوا. مادام نوينا نتزوجوا ونديروا الأولاد ونديروا كذا، نحكوا في بعض الأمور. إيه. مادام شنو أحسن صفات هكا عجبوك في زوجك؟ حنون. في كلش. ما قصرش معايا حتى في حاجه، في من اديته ما قصرش معايا حتى في حاجه لحد الان. ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. يعيش اختي. وين مشيتوا في تونس؟ شنو البلايص اللي زرتوهم؟ جينا البارح، رحنا لسيدي بوسعيد حوسنا، ومن بعد هنا جينا هنا نحوسوا، وهنا شتي نروحوا لباب سويقه وباب بحر، ورحنا قبل سوسه، ورحنا للحمامات. ما يعني ما شاء الله، يعني رب. يعني السيف هذا جيتوا أكثر من مرة؟ أكثر من مرة، أكثر من مرة. يعني ربما هذه الرابعة ولا الخامسة من المرات نجي لتونس. مرحبا بكم مرة أخرى. نخلي لكم كلمة الختام. كلمة الختام، نتمنى لتونس إن شاء الله تتهنى، وتمنى إن شاء الله يكثر الرخاء وتتعدل أموركم، وراكم مخيانا في الأول وفي الأخ، ونتمنى لكم كل خير لينا وليكم. هذا ما نتمناه لكم الا الخير ان شاء الله. نتمناو للشعب التونسي ان شاء الله الهناء، وخلاص هذا ما نقول. شكرا مدام، ميرسي.